مباريات لم تسجل فيها الفلبين. بهادوران يعيد الفلبين مرة أخرى للتسجيل. نعم، أربع مباريات متتالية من دون أن يسجل المنتخب الفلبيني، لكن هنا المتابعة من بهادوران، هدف يهدى للجماهير. لم تسجل فيها الفلبين. بهادوران يعيد الفلبين مرة أخرى للتسجيل. نعم، أربع مباريات متتالية من دون أن يسجل المنتخب الفلبيني، لكن هنا المتابعة من بهادوران، هدف يهدى للجماهير.